مثل ما بنعرف انه بعد الاتفاقيه خفض التصعيد شهدت مدينه كفر زيتا عوده العديد من العائلات من مخيمات النزوح. هاي العائلات رجعت تحت الضمانات الدوليه، بالاخص تحت الضمانه التركيه، بعد ما استقرت هون ورجعت ظبطت بيوتها ومحلاتها. نظام وحليف روسي باشر بالاعتداءات على منطقه ريف حماه الشمالي لطامني كفر زيتا مورك، وبالاخص مدينه كفر زيتا. صار علينا ضرب مكثف براجمات صواريخ من معسكر قبيبات ابو الهدى التابع للروس، وادى هذا القصف لاستشهاد طفلي واصابه العديد من الابرياء في المدينه ونزوح اغلب العائلات من المدينه من هون. بالنسبه للتهجير اللي صار هالفتره الماضيه 4 5 ايام اسبوع الماضى كلياته من ريف حماه الشمالي لادلب جنوب الشرقي، تعرضت مناطق كثير للقصف الهمجي وكلياتها ما حدا عرفان شو في، كلياتها عم بيشتغل من تحت الطاوله وكلياتها اتفاقيات كذب بكذب بكذب. هلا عنا ارهاب، لا عنا شيء، لا عنا خاص، كلياتها بيقولوا ارهاب، تعالوا شوفوا الارهاب عنا فيه، كلياتها اطفال مدنيه وكلياتها شيوخ كلياتها نساء، وين الاطفال؟ كلياتها تهجرت وكلياتها اندمرت، البيوت اندمرت. طيب هل الحال هذا وهالوضع هذا ليه ما بده يضل؟ حدا يفهمنا هذه الحكي.